خيركم تقدم خيركم من علم الأجيال الأربعون في تعظيم القرآن الكريم وخشوع الحديث الحادي والعشرون عن بريدة الأسلمي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك؟ فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان بما كسينا؟ فيقال بأخذ ولدكما القرآن. ثم يقال له اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها، فهو في صعود ما دام يقرأه هذا كان أو ترتيلا. رواه الإمام أحمد وحسنه الألباني. فهو السكينة والهداية والتقى، وهو الشفاء لكل ذي قلب سقيم.